السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلبة قسم تقنيات المختبرات الطبية، وياكم ست مروة عبد الكاظم. إن شاء الله اليوم حنتكلم عن المختبر 12 لمادة الهيستوباثولوجي العملي. عنوان مختبرنا اليوم هو عن الريزن إمبيدينج ميديا، اللي هي الميديا المستخدمة في طمر العينات اللي دريد نفحصها بالمجهر الإلكتروني. If we want to study the ultrastructure of cells at transmission electron microscope, we need very thin sections, less than 100 nanometer are needed. يعني في حال أردنا دراسة التراكيب الدقيقة اللي تكون موجودة في داخل الخلية باستخدام المجهر الإلكتروني النافذ، فنحتاج إلى مقاطع نسيجية تكون جدا رقيقة حيث يكون سمكها أقل من 100 نانومتر. These sections known as ultra thin sections can be obtained from very hard material using ultra microton. فهاي المقاطع النسيجية يطلق عليها مصطلح ultra thin sections، يعني مقاطع تكون جدا رقيقة، ونقدر نحصل على هذه المقاطع بواسطة وضع العينة في مواد تكون شديدة الصلابة وباستخدام جهاز الألترا مايكروتوم، حيث يكون هذا الجهاز جدا دقيق في عمله. فإذا تعريف الألترا مايكروتوم هو عبارة عن special microtomes designed for obtaining very thin sections، يعني هو عبارة عن مايكروتوم خاص مصمم للحصول على مقاطع نسيجية تكون جدا رقيقة. Samples can be hardened by fast and deep freezing or more frequently by embedding the sample in resins. يعني يمكن تصليب العينات اللي دريد نفحصها اما من خلال التجميد السريع، او في كثير من الاحيان يكون عن طريق طمر العينات بواسطة مادة تدعى بالرزين. فاذا الايبوكسي resins are the most common embedding medium for electron microscope studies. يعني تعتبر هي من أكثر المواد شيوعاً في طمر العينات اللي تنفحصها بواسطة المجهر الإلكتروني. Liquid resins is infiltrated in the samples and is later polymerized without affecting much the ultra structure of cells. يعني يتم تسريب أو فلترة أو دخول الليكويد resins إلى داخل العينات، ومن ثم بلمرتها بدون أن تتأثر التراكيب الدقيقة اللي تكون موجودة في داخل الخلية. طيب هنا حنتكلم عن procedure embedding with epoxy type resin، يعني الطريقة المستخدمة في طمر العينات باستخدام مادة الإيبوكسي نوع الرزين. The standard procedure embedding with for epoxy type resins is similar to that described for paraffin embedding but with some modification. يعني البروسيجر اللي مستخدم في طمر العينات باستخدام مادة الإيبوكسي رزين هي تشبه طريقة طمر العينات باستخدام البارافين واكس اللي تكلمنا عنه طبعا مختبراتنا السابقة، ولكن هناك بعض الاختلافات أو بعض التحويرات. The protocol starts with fixation of samples by immersion or perfusion، أي التثبيت العينات والتثبيت احنا عندنا به طريقتين. الطريقة الأولى اللي هو الإميرجن أي الغمر، طبعا هاي الطريقة الأكثر شيوعا واستخداما، تكون اقتصادية، تكون مناسبة للهيومن وكذلك للأنيموس. فمجرد الفكرة من عندهن بعد استئصال العينة اللي دريد نشتغلها نغمرها بالمادة المثبتة. وعندنا طريقة أخرى للتثبيت اللي هي البرفيوجن الانتشار، طبعا هاي الطريقة تكون مكلفة، فقط تكون للأنيموس ما تستخدم للهيومن. طريقتها انه احنا نجيب المادة المثبتة ونحقنها في داخل جسم الكائن الحي، فبهاي الطريقة احنا راح نفقد الكائن الحي بعد ما نحقن المادة المثبتة بداخله، راح يموت. والشغلة الثانية المادة المثبتة راح نخسرها، ما راح نقدر نستخدمها مرة ثانية. ولذلك الطريقة الأكثر شيوعا والأكثر استخداما هي طريقة الإميرجن اللي هي طريقة الغمر.
من بعد خطوة الفيكسيشن عندنا الديهايدريشن التجفيف، وعرفنا كذلك تفاصيلها احنا بالمختبرات السابقة. من بعدها الخطوة الثالثة اللي هي الانترميدياري ليكويد انفلتريشن وذ ليكويد ريزين اند ريزين بوليمرايزيشن تو جيت ات سوليد. فبهاي الخطوة نسمح للرزين السائل بالدخول الى داخل الانسجة والخلايا، من بعدها رزين بوليمرايزيشن يعني بلمرة الرزين حتى نحصل على قالب صلب. Some resins are partially miscible with water، يعني قسم من انواع الرزين يكون نوعا ما قابل للذوبان في الماء، like acrylic LR white. And a totally dehydration of the sample is not necessary، يعني وليس بالضروري تجفيف العينة تماما من الماء. Nor an intermediary liquid، ونوعا ما لا يحتاج إلى خطوة الانفلتريشن. بعدها تجي عندنا الخطوة الرابعة اللي هي polymerization of epoxy resins proceeds usually at 60 centigrade، يعني تتم بلمرة الإيبوكسي ريزينز عادة بدرجة حرارة 60 درجة سيليزية. طيب هنا عندنا ملاحظة، some media like methacrylate needs ultraviolet radiation at low temperature which is good for histochemistry، يعني تحتاج بعض الميديات مثل نوع الميثاكريليت إلى الأشعة فوق البنفسجية بدرجة حرارة منخفضة، وهذا الشيء يكون جيد بالنسبة للفحوصات الكيمياء النسيجية. Tissues embedded in epoxy type resins for transmission electron microscope studies are usually treated as following، يعني النسيج اللي حيتم طمره بالإيبوكسي نوع الرزين من أجل أن يتم فحصه ودراسته بالمجهر الإلكتروني النافذ، حيث يتم التعامل معه على النحو الآتي: fixative solutions contain glutaraldehyde and there is a post fixation step with osmium tetroxide، يعني تحتوي المحاليل المثبتة على الجلوتر ألديهايد، ومن بعدها حتجي خطوة لاحقة للتثبيت باستخدام مادة الأوزميوم تتروكسايد. It is a two-fold fixation immersion with the glutar aldehyde preserving the cellular ultrastructure and osmium tetroxide returning the lipids in the cell membrane that otherwise would be extracted during later dehydration, lipid solvent and polymerization steps. المقصود بها انه يكون التثبيت مزدوج من خلال استخدام مواد اثنين اللي هي الجلوتر الديهايد عندنا وعندنا الاوزميوم تتروكسايد. الاهمية مالته عند غمر العينة في مادة الجلوتر الديهايد، هذا الشيء راح يحافظ على التراكيب الداخلية للخلية. أما الأوزميوم تتروكسايد الوظيفة مالته وأهميته أنه يحتفظ بالدهون الموجودة في أغشية الخلايا that otherwise would be extracted during later dehydration، في حال عدم معاملة النسيج في هذه المواد المثبتة، هذا الشيء راح يؤدي إلى ذوبان الدهون في خطوة الديهايدريشن اللي نستخدم بها الكحول، وكذلك في البوليمرايزيشن ستيبس. هنا عندنا بعض المعلومات من الضروري أن تعرفوها. أول شيء عندنا samples intended for resin embedding are much smaller than those for paraffin embedding، يعني العينات اللي حيتم طمرها في مادة الرزين تكون أصغر بكثير من تلك العينات اللي يتم طمرها في شمع البارافين. وعندنا المعلومة الثانية they are usually a few millimeters thick because we are not interested in the general organization of tissues،
But in the ultrastructural feature of small regions or even of a particular cell type. اللي نقصد بها انه عادة ما يكون سمك العينات هي بضع مليمترات بسبب انه احنا ما يكون اهتمامنا في المعالم الخارجية للنسيج، ولكن يكون تركيزنا واهتمامنا على التراكيب الدقيقة اللي موجودة في داخل الخلايا للمناطق الصغيرة، أو إنه حتى ندرس نوع معين من الخلايا. If we want to study different regions of the small organ, it is recommended to obtain small pieces of each region we are interested in and embed them in different resin block. يعني في حال إذا أردنا دراسة مناطق مختلفة لنفس العضو، فيفضل الحصول على مقاطع صغيرة لمناطق المختلفة اللي نريد نفحصها ونشيكها، وهاي المقاطع يتم طمرها في بلوكات عديدة ومختلفة من مادة الرزين. وعندنا معلومة أخرى اللي هي most resins for embedding are not hydrophilic، يعني معظم أنواع الرزينز المستخدمة في طمر العينات تكون غير محبة للماء أو غير قابلة للامتزاج مع الماء. So the water must be removed from the sample and be exchanged with an organic solvent, the intermediary liquid. يعني ولذلك يجب إزالة الماء من العينة واستبدالها بمذيب عضوي اللي هو اللي يكون السائل الوسيط. The samples are dehydrated in ascending ethanol grades. طبعا العينة في خطوة dehydration اللي هي خطوة التجفيف، فنجي نخلي العينة في تركيز كحول اللي هو الإيثانول. طبعا يكون تركيزه تصاعدي، يعني بالبداية نخليه مثلا بتركيز 70، من بعدها 90، ومن بعدها 100%. نوت انه هنا عندنا ملاحظة، الأسيتون كان also be used، انه احنا نستخدم الإيثانول، وكذلك من الممكن ان نستخدم مادة الأسيتون في خطوة الديهايدريشن. وعندنا مادة البروبيلين أوكسيد are the common intermediary liquid between the absolute ethanol or acetone and the resin. يعني هاي المادة هي تعتبر السائل الوسيط المشترك بين الإيثانول المركز اللي هو النقي يكون 100% أو الأسيتون، وبين مادة الرزين المستخدمة في طمر العينات. Hardening of resin is not by cooling but by polymerization usually done at 60 centigrade. يعني تصلب مادة الرزين لا تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة، ولكن تم بواسطة بلمرتها اللي تكون بدرجة حرارة 60 درجة سيليزية. Several molecules can be added to the embedding medium, the resin, to modify the polymerization speed and hardness of the final resin block. يعني يمكن إضافة العديد من الجزيئات إلى الوسط اللي نستخدمه في طمر العينات. هذا الوسط طبعا اللي نقصد به هي مادة الرزين، فهذه الجزيئات الوظيفة مالتها انه هي تعدل او تزيد من سرعة البلمرة، وكذلك تزيد من صلابة البلوك النهائي المصنوع من هذه المادة. They are known as accelerators and hardener respectively. وهاي المادة او هذه الجزيئات نطلق عليها مصطلح المسرعات او المصلبات. Epoxy type resins provide a homogeneous polymerization and it is easy to get regular ultra thin sections. يعني توفر هذه المادة اللي هي الإيبوكسي نوع الرزين بلمرة متجانسة، ويكون من السهل الحصول على مقاطع نسيجية رقيقة ومتجانسة. On the other hand, ومن ناحية أخرى, obtaining good polymerization and proper sections it is a bit more difficult.
يعني من ناحية أخرى، فإن الحصول على بلمرة جيدة ومقاطع نسيجية مناسبة تكون أكثر صعوبة قليلا. طيب، نجي هنا إلى طريقة العمل. فمثل ما ذكرنا أنه أول خطوة عندنا هي الفيكسيشن، أي التثبيت. فالتثبيت مثل ما ذكرنا نستخدم بمواد اثنين، اللي هي الجلوترالديهايد، وعندنا المادة الثانية اللي هي الأوزميوم تتروكسايد. فبداية نجي نخلي العينة اللي نريد نفحصها في مادة الجلوترالديهايد، وطبعا نستخدم هنا طريقة الإميرجن أي الغمر، إنه نجيب العينة ونخليها بالمادة المثبتة. وأكو طريقة ثانية للتثبيت اللي هي البيرفيوجن، ولكن الطريقة الأكثر استخداما والأكثر شيوعا هي طريقة الإميرجن، وهاي الطريقة طبعا تكون سهلة أكثر واقتصادية، والمادة المثبتة نقدر نستخدمها لأكثر من مرة. بعدها نسوي واشنج للعينة بواسطة البفر سوليوشن، ومن ثم ننقل العينة إلى المادة الثانية المستخدمة في التثبيت، وهي الأوزميوم تتروكسايد. وهاي طبعا المواد الاثنين اللي نستخدمهن في التثبيت كل واحدة لها شغلها الخاص بها. فعندنا الجلوترالديهايد هي وظيفتها انه تحافظ على التراكيب الداخلية للخلية، اما الاوزميوم تتروكسايد فوظيفته انه يحافظ على الدهون الموجودة في اغشية الخلايا. بعدها نجي الى الخطوة الثانية اللي هي الديهايدريشن اي التجفيف. فبعد انتهاء الخطوة الاولى نسوي ووشنج للعينة باستخدام الماء، ومن ثم نحولها الى كحول اللي هو الايثانول، طبعا يكون بتركيز تصاعدي، يعني بداية نخليها بكحول بتركيز 70%، ومن ثم ننقلها الى كحول 90%، ومن ثم نحولها الى 96%، واخر شيء نحولها الى كحول بتركيز 100% او بما يدعى بالابسولوت. طبعا للمعلومة ممكن ان نستخدم مادة اخرى اللي هي الاسيتون بمكان الايثانول، يعني هم اثنيناتهم نفس الشغل اذا كنا نستخدم مادة الايثانول او الاسيتون في خطوة الديهايدريشن. بعدها ننقل او نحول العينة الى الانترميدياري ليكويد اللي هي مادة البروبيلين اوكسايد. طبعا هاي المادة نخليها بتركيز 1:1، يعني نخلي البروبيلين اوكسايد مع الليكويد ريزين بنسبة 1:1. طبعا البروبيلين اوكسايد must be completely evaporated from 10 to 20 hours dependent on the solution volume، يعني يجب تبخير البروبيلين أوكسيد تماما من 10 إلى 20 ساعة على حسب حجم المحلول. فبعدها نجي نصب الليكويد ريزين في المولد المخصص له، يعني في القالب المخصص له، ومن بعدها نجيب العينة ونخليها في داخل الليكويد ريزين اللي موجود في القالب. من بعدها ننقل القالب الى الاوفن حتى نسوي له بوليمرايزيشن. طبعا الاوفن يكون بدرجة حرارة 60 درجة سيليزية، ونبقي لمدة 48 ساعة. من بعدها راح يظهر عندنا القالب اللي تكون بداخله العينة اللي دريد نفحصها بهذا الشكل. طبعا خليت لكم هنا هاي الصورة توضح لكم الشكل الحقيقي لقوالب الإيبوكسي ريزين المستخدمة للعينات اللي تفحص بالمجهر الإلكتروني، فتكون بهذا الشكل. طبعا هي تكون بلاستيك ديسبوزابل. من بعد ما نخلي مادة الإيبوكسي ريزين ونخلي العينة بداخلها تكون بهذا الشكل، من بعدها نعلمها ونكتب تفاصيل العينة على القالب ونسوي لها بوليمرايزيشن. فبالنهاية بعد ما تتصلب ونهيئها الى
حتى نثبتها على المايكروتوم ونقطعها، نوخر القالب منعته فتظهر مثل ما موضحة أمامكم. بعدها نجيب بلوك الإيبوكسي ريزين ونثبتها على جهاز الألترا مايكروتوم اللي موضحة صورته أمامكم، ونبدأ بالتقطيع حتى نحصل على مقاطع نسيجية تكون جدا رقيقة ومن الممكن أن نفحصها بالمجهر الإلكتروني. ووصلنا إلى ختام مختبرنا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.